بس خلينا نقول على سؤال بعض الرجال وسؤالي يعني وليس كل الرجال مش عند الستات. انا بس عايزه افهم عشان انا بتكلم على الرجل. هو جاوب على سؤالك وفي في النص حط اجابه سؤالي اللي هو ايه اللي بيخلي الراجل عاوز يتجوز زوجه ثانيه. ثلاث عوامل. جاوبت على حاجه واحده ان الست لما بتبقى ام بعد كده وتخلف بيحس ان هو دوره في حياتها تقهقر، اهتماماتها قلت. نفس الراي عند حضرتك ونفس السبب. انا شايف يعني يعني سواء الزوج الثاني او مشكله الزوج الثاني هي هو في مشاكل يعني بيبقى في بين الست بتبقى واخده بالها من على فكره من ابنها وبنتها وعيالها وجوزها وانثى مكتمله الانوثه وعامله كل اللي عليها وزياده وجوزها بيتجوز عليها. انا في وجهه نظر يعني انا النديه بمعنى ان العلاقه بين الزوج والزوجه بيبقى في نديه فيهم يعني اللي هو لو مثلا في البيت او في قرارات في البيت الزوجه بتشوف نفسها ان هو القرار اللي بتاخده هو نفس القرار اللي بياخده الزوج فبتحصل مشاكل والمشاكل بتزيد. الزوج بيحاول يهرب من المشاكل هروبه بيحسها واحد صاحبه وندى ندي ليه بهروبه المشكله للزواج الثاني دي مشكله اكبر يعني. يعني حضرتك تقصد انه بيبقى في مبرر دايما ولا ممكن راجل بطبعه هو لا يكتفي هو مش طبعه يعني هو مش اصل هي يعني حتى لو جينا نسب الزواج الثاني في مصر نسب قليله جدا يعني مش نسبه اللي هي يعني حالات فرديه لكن الراجل بيوصل لمشكله مع زوجته بيحاول يهرب منها هروبه بيحطه في مشكله اكبر طبعا يعني لازم نكون مقتنعين تماما الهروب من الزوجه الاولانيه الزوجه الثانيه دي اكبر مشكله لانه بيضع نفسه مشكله هو مش هيعرف نتائجها الا بعد سنه او سنتين حتى لو زوجته علم تمام ان هي متزوج زوجه ثانيه او هي موافقه غصب عنها عشان خاطر الولاد ويربي الاولاد والاولاد يتربوا وسط الاب والام لكن دي مشكله اكبر كبيره جدا جدا بيواجهها الزوج في الزوجه الثانيه دي المشكله لكن ايه المشكله اللي بيواجهها في الزوجه الثانيه نفس المشكله المعقوله يعني هو الشخص لم ما يتغيرش يعني الشخص اللي بيتجوز زوجه ثانيه هي انا لو زوجه ثانيه هو مشاكلي مع زوجته الاولانيه هي مشاكلي مع ممكن تكون مشاكل مختلفه بس هي النسبه يعني دي فيها 8 حاجات حلوه وحاجتين وحشين يروح يدور على الحاجتين الوحشين ليهم حلوين بس الثمانيه كده فهو يهرب ممكن يهرب لزوجه ثالثه وزوجه رابعه هي برضو هي يعني اتصال ببعض سلسله مع بعض محلش المشكله هو زود المشكله فهو الزوج الثاني بالنسبه له زود المشكله ودخل في مشكله ثانيه هو مش عارف يحلها وخاصه اللي حصل فيه اولاد او كلام مع الزوجه الثانيه يبقى المشكله اكبر ده ياخدني لتساؤل غريب جدا معلش هو في بعض الستات اللي تعرضنا ان هم اصبحنا زوجه ليها زوجه تانية جت بعديها مش عايزه اقول كلمه ضره لقيت لك بس انا فوجئت انا اكتشفت بالصدفه بس انا لقيت ان الفتره اللي اتعاملنا فيها وهو متجوز عليا كانت احلى فتره عاملني فيها ما هو يعني هو يعني لازم بيبرر خطأ يعني هو عارف ان هو اخطا احساس بالذنب يعني احساس بالذنب ان هو اخطا ان هو جاب زوجه ثانيه فحاول يبرر اخطائه بان هو يعامل زوجته سواء عن طريق الهدايا او عن طريق المعامله ضميره انبه يعني ضميره انبه لكن في الاخر هو حط نفسه في مشكله هو كان في ضمير اصلا لكن حضرتك رافض المبدا يا استاذ ايمن بتقول ان امراه واحده تكفي نعم